سيدة فاضلة اسمها دميانة عبد المسيح، بتقول المدام اللي بعت الجواب بتقول لي انها في يوم من الايام حست ان رجلها وجعاها وبدت تعاني من الام شديدة جدا، فبدت تكشف وتعمل فحوص فقالوا لها في تآكل في الركبة، في تآكل في الركبة. فطبعا يعني قالوا لها بقى يعني دي مشكلة وعايزة عملية ومش عايزة عملية، وبدت تخش في دوامة. لكن قالت للناس اللي اهل بيتها يعني قالت لهم الكنيسة عاملة رحلة، خدوني معاكم لدير مريمينة عند البابا كيرلس وحبيبه مريمينة، عسى ان يشفعوا فيا وربنا يرحمني وربنا يمن عليا بالشفاء. فبتقول الاخت دميانة صاحبة الرسالة اللي بعتها لي بتقول لي انها يعني وصلت هناك، نزلت من العربية متسندة على واحد من ولادها، وصلت لغاية المزار وحطت راسها على المزار اللي هو بتاع البابا كيرلس، وفضلت تعيط تعيط وتشكيله، تعبانة يا سيدنا، خلاص يا سيدنا، همومي يا سيدنا، انا عمري راح، انا عجزت بدري يا سيدنا، وفضلت تعيط. لكن بعد ما فاقت من العياط قامت تمسح دموعها واتدورت تتفرج على الحاجات المعلقات بتاعه البابا كيرلس في البتارين، وبعد ما اتفرجت لاحظوا انها ما قالتش لابنها تعالى يا ابني ايه، اسند، طلعت من المزار تمشي وهم وراها، تقول لهم يلا يلا نلحق القداس، يلا يلا انتوا ماشيين على مهلكوا كده ليه، ما يلا شوية. ولادها اللي بيبصوا كده قال لها ماما نسيت انها ايه، انها عيانة. بس لا، الواد يقول لاخوه انت مش ملاحظ ماما مش بتعرج، ماما ماشية كويس، ده يقولوا ايه مش بس ماشية كويس دي سبقتني، دي كل شوية تقف وتقول لنا يلا. المهم انها وصلت المزار بتاع ماري مينا واخدت بركة، ورجعت من ماري مينا لا ماسكة عصاية ولا متسندة على حد، وتقول له من تاريخ الزيارة لغاية النهاردة بتقول لي باخد السلم الخطوة في درجتين عشان عايزة تتأكد انها خفت ولا لا. انا عايز اقول ايه، الهنا اله معجزات، وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق.